مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. بطلب عدد كبير من المغاربة ربطوا بنا اتصال لأجل الموضوع ديال سميحة، سميحة المختفية. مشاهدينا الكرام، المغاربة متبعين القصة من الأول. سميحة اللي تنوي رأي العام أكثر في الموضوع اختفت على الأنظار حوالي شهر وعشرة أيام تقريبا. العائلة الله اللي عين بهم في هذا الموضوع. في خضم الموضوع هناك مجموعة من المستجدات، وكما قلت في السابق الطلب ديال المغاربة أننا نشوف نوافيهم بالجديد في الموضوع. غنشوف مع حسن في الأول اللي هو الأخ ديالها. حسن، كي داير الأمور؟ كيبقى الوالد؟ كاين شي جديد في الموضوع؟ الفيديو اللي دارت الأستاذة اللي شتي فيه الأستاذة زين بأنه تقدمت بالشكل السيد الوكيل العام مشكور اللي عطى التعليمات ديالو، يعني كاين خطوات، شتو الجديد اللي عندك؟ كنشكر الأستاذة زين، كنشكر السيد وكيل الملك اللي عطى التعليمات، والوالد شوية، الوكيل العام بالضبط، الوكيل العام بالضبط اللي عطى التعليمات، والوالد شوية الحالة ديالو شوية، الوالدة عيانة شوية، راك عارف إنسان بنتو هادي راه الكبدة صعيبة. كي داير الوالدة ديالك؟ حنا ما عمرنا شفناها. عيانة الوالدة ديالي، راه الكبدة صعيبة، أي واحد لا ولدو ديه ليه راه ما غادي يسمحش فيه. وكنتمناو إن شاء الله يكون خير. كنشكر الناس المغاربة، الله يجازيهم بخير، الناس اللي كيعيطوا لنا من برا وداخل المغرب وخارج المغرب، الله يسهل عليهم، عاطفين معانا، بينهم يوقفوا معانا ويديروا التصويرة ديال الأخت ديالي ويديروا البارتاج باش توصل كاع الناس اللي بانت ليه ولا خبار شي حاجة يعلمنا. الله يسهل على الجميع والله يرحم لي الوالدين. واحد الأوديو تصنت لي ديال داك الشيخ بأنه معرفة ليها مدة 16 عام، نهار كانت عندها 16 عام في العمر ديالها هو اللي اغتصبها، باقة قصيرة. هاد الأوديو سمعتو راه زاد أثر علينا بزاف، راه جاية دابا 14 عام باش معارفين. وكاين واحد السيد صيفط لي واحد الفيديو كيقول لي شوف واش الأخت ديالك هادي ولا لا، وهو عنده علاقة مع هاد السيد وكيعرفها. وتأول لقيت الاوديو ديالو بانه قال لي واحد النهار هاك وصلها معاك، انا غادي زربان وصلها انت، قال لي لا وصلها انت. حتى هو كيعرف بانه عنده علاقه، وقال لي يا ودي انا راه كنعرف بها علاقه راه سنين معاه، وتا واحد ما وصل لي الخبر لنا للوالد. يعني دابا هاد الفيديو اعطاه لك شخص تيقول لك شوف واش الاخت ديالك هي هادي غاده في الزنقه، وفي نفس الوقت هاد الشخص هو ما قدرش يعرفها، وفي نفس الوقت في اوديو كاين الصوت ديالو هو مع الشيخ ومع هي، يعني كيعرفوا بعضهم. هذا هو الغريب، هذا هو اللي خلاني انا، هذا هو الغريب في الامر بان السيد راه كيعرفها. وشنو صو دار الفيديو اللي وصلني انا الظهر ديالها، ما وصلنيش الوجه ديالها، واش باش غتعرف الانسان بالظهر ديالو؟ ومني سمعت الاوديو ثاني لقيت بانه هو كان هو والشيخ وهي، وكيقول لي لو وصلها معاك انت، يقول لي لا خليها عندك، لا وصلها معاك انت صافي انا غنتبعكم. هذا هو الغريب في الامر اللي خلاني انا ما فهمت شنو هاد الناس شنو. وهاد السيد هذا هو من الدوار عندكم قريب ليكم؟ قريب لينا، قريب قريب لينا. هاد الناس ما فهمتش انا واش عصابه ولا شنو هو. ما زولتيش انت هاد السؤال، ما قلتيش ليه دابا انت اللي كتقول لي شوف واش هي دي اختك، هو حتى هو تيعرفها، يقدر هو يعرف، ما سولت ما قدرتيش تسولو. لا ما ما انا ما ما ما, ما خلى ليا ما نقول ملي صيفط لي هذاك الفيديو. ما فهمتش انا هاد الناس واشنو بايردوني انا حمق ولا بايحمقوني. انا ما عرفت واش غادي نحماق على ود الاخت ديالي اللي ما كايناش، ولا غيزيدوا يحمقوني حتى هما، واش بيساعدونا باش غادي نلقاوها ولا بيروغونا باش ما نلقاوهاش. وعندي واحد الملاحظه، الغريب في الامر هو الزوجه ديالو. شي معلومات وصلوني عليها بان هاد السيده هي اطلاع على الاخت ديالي واش ميته ولا حيه. نتمنوا من السلطات يديروا معها البحث حتى هي باش نعرفوا الحقيقه ديالها. يعني مرت الشيخ؟ مرت الشيخ، مرت الشيخ، حيت عندها شي معلومات اللي وصلوني، عندها شي معلومات على الاخت ديالي حيه وميته، عندها المعلومات ديالها. ونتمنوا السلطات يوقفوا معنا باش تبان الاخت ديالي. والله يسهل عليك السي يوسف، والله يفرج عليكم يا ربي. مشاهدينا الكرام، كل مره كنشوفوا جديد في الموضوع. الوليد صحيح لاباس؟ شوية وصافي، ما كاين ما لاباس، ما اللي ماشت شايبة انتباهي ماني لاباس. قبل من التصوير قال لي حسن
انت كدير واحد الفراشه وكتبيع على قد الحال. قال لي ملي درتي الفراشه وجاو عندك الناس وجلسوا معاك وبكاو معاك. الله يخلصهم بارك الله. هذوك الناس اودي يا سيدي ملي جاو عندي يبداو يبكوا عليا ويقول لي تبارك الله عليك، راه كا كيديروا الرجال على وليداتهم، وانا كنت صيب نشوفها بنتي قصت نشوفها ميته ولا حاجه، الا لاباس عليها تبان ليا، الا ميته تبان ليا، وانا عند الله وجلالات الملك. المحاميه الحمد لله دارت خطوات، والسيد الوكيل العام تفاعل معاكم واخذ الملف محمل الجد وعطي التعليمات ديالو. يعني نتمنوا يا ربي في اقرب وقت يكون شي بحث وتكون نتيجة في نية البنيه. المحامي لا المحامي الله يخلصها، راه تبارك الله عليها، راه ضربت معنا الله يسهل عليها والله يفتح عليها بيبان الخير، وراه تفرجنا فيها البارح شناها والله يسهل عليها، وانا عند الله وجلالات الملك يكونوا معايا يعطوني حقي، راه بنتي ضايعه ليا ودوزت حياتها باطله، وهاد السيد ما عرفتو كاتلها ولا باقي حيه. هاد اليومين راني نحس بقلبي كيتردح ليا بنتي، راه واقيلا الا كاتلها هذاك الرجل راه ما باقياش حيه. هاد الشيء اللي داروا هاد الناس، انا بنتي كانت في الدار البيضاء وصبحت برغت راضي، ما عرفتش كيفاش هاد الحل. هاد الناس ما عرفتهمش كي داروا لهاد البنت، تحولها لبراكت الراضي وغبرت، ما تلات بانت لا هك ولا هك. وحن وشكون اللي قال لكم هاد براكت الراضي؟ كاين سيدي الناس اللي قالوها، الناس اللي قالوها قال لك عمات سعود نزلت براكت الراضي نواحي صويره. اي نواحي صويره، وما عرفتش كيفاش. هي كانت في الدار البيضاء وديك راريت في الدار البيضاء، وقال لي سير كون هاني، وما تلو سولوني شعيرها، باقي ديك راري عندهم ما عيطوا ليا، ما قالوا ليا هنا ولا لهي ولا كذا. وتقول احنا عند الله وجلالات الملك يكون معنا ورجال الدرك. الله يفرحك يا ربي، هادشي اللي بغيت تسمع شي خبر مفرح يا ربي يا ربي. شكرا لك، شكرا لك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا مستجدات جديده في الموضوع. صراحه هذاك الكلي خلى علامات كثيرة وأسباب مسببات هذا الاختفاء، العلاقة ديال سامحة بالطرف موضوع النقاش. مشاهدينا الكرام، السيد الوكيل العام عطى التعليمات ديالو في الملف، وننتظر بفارغ الصبر الأبحاث فين غتوصل باش هاد العائلة تطمئن. سامحة واش ميتة ولا حية؟ مشاهدينا الكرام، موضوع سامحة عدد كبير من المغاربة متبعوه، وهذه القصة فيها مجموعة من الغاز، طريقة الاختفاء، بعض المستجدات أنه الناس كيصرحوا في منطقة صغيرة نواحي مدينة الصويرة اسم ديالها هو براكت الراضي بأنه وصلت لتما وفي نفس اليوم اختفت، كما نقط أخرى درجها معنا حسن. والأيام المقبلة لا نعلم النهاية ديال الموضوع، موضوع سامحة نحن على تتبع دائما لحيثيات القضية، وسوف نوفيكم دائما بالجديد في الموضوع. مشاهدينا الكرام، سامحة 32 سنة شهر وعشرة أيام تقريبا اختفت على الأنظار، ما خلات مدت معها حاجة، مجموعة من نقط فيها علامة استفهام، خلات صندوق أسود في كلي في علاقة بشيخ سنين طوال، أوديوات مؤثرة فيها مجموعة من الأشياء التي توحي أنه لها علاقة بهذا الشخص، إلا أن هذا الاختفاء هل له علاقة بالطرف؟ هذا دور الضابطة القضائية، ولها من الإمكانيات للبحث بدقة والإفادة بطبيعة الحال النيابة العامة اللي غتاخذ القرار. مشاهدينا الكرام، دورنا هو تتبع الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص موضوع سامح، كما نوجه النداء للمغاربة يبارطاجوا الفيديو على نطاق واسع حتى تعم الفائدة التي هي في حد ذاتها ممكن أن نصل إلى سامح، هل هي حية ولا ميتة؟ مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.